حركه جريئه قوي انك تبتدي شغلك في اوروبا برلين وانت لسه مديهم علقه سخنه فيها. صبري، كنت بتتصرف كده ليه يا حسام؟ الحقيقه مش قادر استوعب. عظيم، ده اكبر دليل نجاح. ما دام انت مش مستوعبه هما كمان مش هيستوعبوه. خد بالك ان معلوماتنا بتقول انهم بيعملوا تحريات مكثفه عنك وبيحاولوا يعرفوا انت مين بالظبط. كان غيرهم اشطر. ايه وقفت هنا ليه؟ عشان ادهم ينزل. ايه ده؟ ده حتى ما سالكش ينزل ليه؟ هو ادهم كده، كلامه قليل بس فاهم كويس هو المفروض يعمل ايه. هو ايه اللي المفروض يعمله دلوقتي؟ يقابلنا في السفاره بالليل. في السفاره؟ دي اول مره يجي فيها المانيا، والمسافه بيننا وبين السفاره مش قليله. يتصرف يا اخي. مش معرفش يا صبري. ما تقلقش هيتصرف. المعلومات اللي عندنا بتقول ان هيوصل السفاره النهارده او بكره. كم واحد من عندنا بيراقب السفاره؟ 5، وطول ال 24 ساعه. ومتوسط التردد على السفاره قد ايه؟ من 7 لـ9 افراد في اليوم الواحد. يبقى لازم نرجع للصوره اللي بيشتغل عليها القسم الفني. المفروض النتيجه توصل النهارده بالليل. تبقى الساعه 0 بكره الصبح اول ما يظهر المصري الف تتم تصفيته مباشره. مفهوم؟ يا قلبك يا اخي. في يا حسام؟ بذمتك انت عندك قلب؟ انت انت محسسني وحش. انت مش قلقان على ابنك يا جدع؟ انت الساعه داخله على 10 ولسه ما رجعش. خليه ياخد وقته. وقت ايه يا صبري؟ ده لو كان خد تاكسي كان ما يقدرش ياخد تاكسي. ليه يعني؟ ما هو بيتكلم الماني زي اللي مولودين هنا. ده حقيقي، بس ما معهوش ولا مارك واحد. نعم. انت بتقول ايه يا صبري؟ يعني انت نزلت ابنك وسط بلد غريب وسبته كده من غير ولا مليم؟ ده كلام؟ اسمع بقى يا حسام، انا مش بجهز ادم عشان يكون برنس ولا موظف علاقات عامه. انا بحضره عشان يبقى محترف ما شافش العالم زيه قبل كده. ده مش هيجي بالساهل طبعا، لازم يتعب وتحط في مواقف صعبه ويواجه مشكلات ملهاش حل ويتعلم ازاي يلاقي حلول لكل موقف وخلاص من كل مشكله. واذا كان ده يستلزم ان احط على قلب حجر، هحط الهرم كله على قلبي لحد ما اعمل منه المقاتل اللي بحلم بيه. صبري، لاحظ ان ده حلمك انت مش حلم هو. اذا اختار حلم تاني هكون اول واحد يقف معاه وجنبه. مش عارف اقول لك ايه. انا سيد صبري، استاذ ادهم وصل. مش قلت لك؟ النتيجة وصلت ادهم جرهام. وريني بقى دي ملامح في الف ده. اخيرا اخيرا عرفنا شكله بقى اننا نعرف اسمه. تفتكر ده هيبقى له فايدة اذا كنا هننفذ بكرة؟ على الاقل نعرف اسم مين اللي هيتقفل بيه ملف المصري الف. والخطة يا دون جرهام؟ اسمعني كويس. صباح الخير يا صبري. صباح النور. ها نمت كويس؟ الحمد لله. سألت ادهم امبارح رجع ازاي؟ لا طبعا. لا طبعا؟ لا طبعا ليه؟ لان ده شأنه هو، ازاي يخرج من اي مأزق؟ ده أمر عايز إبداع وابتكار وجرأة، ثم أنا مهتم إنه يكسب ثقته في نفسه. نص النجاح يا حسام مرتبط بالثقة في النفس. والثقة دي بكام بقى؟ مش كده قوي يا أدهم. إيه ده؟ ده إزاي ده بقى؟ ده أنت قلتها بصوتي أنا يا أدهم. ما هي دي موهبة تانية عند أدهم يا حسام. بيقلد الأصوات بطريقة مدهشة. وديك سمعته بنفسك أهو. لا 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 لا. ده بجد والدك كان عنده حق يا أدهم. أنت فعلا موهوب، موهوب قوي. معلومات مهمة وصلتنا دلوقتي يا فندم. خير؟ مش خير قوي. في الواقع المعلومات اللي بعتها عاملنا من قلب العدو بتقول ان في خطة بتستهدف اغتيال السيد صبري في اوروبا. دي معلومات خطيرة فعلا، لازم توصل للسيد صبري فورا. اتصل بالسفارة في المانيا واطلب منه ينهي عملية اوروبا ويرجع مصر على طول. هنوصل له الرسالة فورا يا فندم. المهم توصل له في الوقت المناسب قبل ما الفاس تقع في الراس. وساعتها
الكل في مكانه يا دون جرهام. الكل يستعد، هننفذ اول ما يظهر. احنا مستعدين فعلا. هتروح فين مع ادهم النهارده يا صبري؟ هنزور العناوين الثلاثه اللي معايا دي، وبعدين هنراجع انا وهو خريطه المنطقه وهاخده عند رود الفان. قصدك نحات؟ طب ليه؟ البرنامج اللي حطيته له محتاج كده برضه. ليه؟ ظهر ادون جرهام. نفذ حاسب يا صبري. انا فين؟ ايه اللي حصل؟ الحمد لله على السلامة يا صبري. الله يسلمك. الحمد لله ربنا نجاك ولاد الذين كانوا عايزين يدوسوك بعربية. الصداع الرهيب اللي انا حاسس بيه ده. ادهم ابنك لمح الموضوع قبلنا كلنا ونط عليك يبعدك عن العربية، فوقعت وراسك خبطت في الرصيف. ادهم؟ وادهم فين؟ مش هتصدق. طبعا مش ممكن اصدق، لان اللي بتقوله ده ما يتصدق. بس ده اللي حصل فعلا. الولد ده اتصرف بطريقة ولا حتى اكبر محترف عندنا يقدر عليها. لمح العربية وبعد الهدف عنها، وقبل ما نستوعب الموقف كان بيجري زي اكبر بطل سباق ورا العربية، ونط نطة مدهشة اتشعلق بيها في العربية. كان مفروض يضربوه بالنار. حاولوا لكن الولد كان بيتحرك بسرعة مذهلة، وجسمه مرن بشكل مش ممكن تتصوره، كأنه متربي طول عمره في السيرك. وفي ثانية كان معدي من شباك العربية و... كفاية كفاية، مش عايز اسمع. بس العربية خبطت في الجدار وكل رجالتنا اتقبض عليهم ادون جرهام. والولد محدش لاله اثر. يعني ايه؟ اتبخر حاجة زي كده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ على العموم العملية ما تعتبرش فاشلة 100%، رغم الخسارة عندنا جانب إيجابي كبير. اللي هو نجيت بأعجوبة المرة دي يا صبري. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يا فندم. لكن يا ترى قدرنا نعرف هم استهدفوني ليه؟ لسه عيوننا كلها بتشتغل، وقريب قوي إن شاء الله هنعرف. لكن أنا كنت عايزك في موضوع تاني خالص. خير يا فندم؟ ابنك يا صبري. أدهم؟ ماله يا فندم؟ التقرير اللي جالي عنه من ألمانيا مدهش جدا. ازاي في السنة ده اكتسب كل المهارات دي؟ اهو ده مشروع القديم يا فندم. المحترف السوبر. بالظبط. وطبقته على ابنك يا صبري؟ اظن التقرير اللي وصل لسيادتك بيقول ان المشروع ناجح لحد دلوقتي، وفي يوم من الايام ادهم ده هيكون مكاني هنا ان شاء الله، وهيكون نوال وحدة جديدة من وحدات العمليات الخاصة. شغلنا مفهوش واسطة يا صبري. انا مش بعمل كل ده عشان يكون هنا بواسطة يا فن. يعني لازم يستحقها عن جدارة ان شاء الله. عظيم. خلينا بقى نحط موضوع ابنك ده على جنب ونسأل نفسنا، ها هم مستهدفينك ليه؟ دي كل المعلومات المطلوبة يا دون جرهام. صبري من المؤسسين الأوائل، مراته ماتت من 15 سنة وسابت له ولدين أحمد وآدم. معلومة مفيدة جدا. الولدين؟ لا، إن مراته ماتت من 15 سنة ومن يومها ما اتجوزت مرة تانية. خالة ولاده اسمها منال، علاقتهم طيبة، بس مفيش أي حاجة تشير لارتباط عاطفي بينهم. أعتقد أنا أفهم في المصريين كويس، عشان عشت معاهم كتير. أخت مراته كانت أصغر منها بكتير، فعاش معتبرها زي بنته، وصعب عليه قوي يفكر فيها كأنثى دلوقتي. لكن ده ما يمنعش إنه راجل شرقي وصعب يستغنى عن وجود أنثى حقيقية في حياته على طول. بس التقرير بيقول انه نادر حياته لتربية ولاده الاثنين. ده لانه لسه ما قابلش الانسان المناسبة. تعرف المهمة دي محتاجة مين؟ وشي؟ لا، رشيد. غدا رجل المستحيل، العملية شغل. تأليف الدكتور نبيل فاروق، اخراج يا قمحاوي.